لتقديم الصورة الجميلة والمبهرة لولاية بشار. أيها السادة الأفاضل، الحضور الكرام القادمين من مختلف مناطق ولاية بشار. السابق اللاعب الذي صنع افراح في الجزائر. المنظمين ماجد، مدرب ماجد، دخل ولادك، دخل ولادك الستار اجمعه من الجزائر العاصمه ومن وهران اللاعبين القدامى الذين شرفوا هذه. يرجى احترام المنظمين اولا واحتجه، يرجى الخروج من الملعب الذي لم الآن هذا الحارس. من شعار النادي، إذا هدف مقابل هدف، التعادل إيجابي. تدور بأنها غزيرة من الأهداف، هذه المباراة تدور بأنها تحمل أهدافا عدة. إذا التي ستقدمها إدارة راديوز للاعبين الأشبال الذين قدموا هذه المباراة الاستعراضية وانتهت بهدفين لهدف. وتحيات نجوم كرة القدم الجزائرية وجمعية راديوز لشباب وسكان ولاية بشار العزيزة علينا. أقسم بالله العلي العظيم لنتم أعزاز علينا. إذن بعد جولتنا إلى ولاية أطرار، ها هو المكتوب بحطبنا إلى ولاية بشار، وأنا أعتز بهذه الزيارة ولأول مرة في حياتي. الحمد لله ربي أنا وأصحابي أعطانا الصحة والزمان والوقت باش نزوروا هذه المدينة اللي عزيز علينا، وراناكم شاهدين باللي كل مرة نحبوكم نبغوا الخير عليكم، وأنتم نعدكم مواطنين جزائريين بامتياز ونحبوكم ونعزوكم. إذن تصفيقة حارة من نجوم كرة القدم الجزائرية ولسوسية تاع بشار للشعب البشاري اللي راه حضرنا. إذن تواجدنا اليوم باش إن شاء الله في تدعيم الرياضة ومساندة فريق القلب اللي حبوه كاع الجزائريين بإخلاص شبيبة الثورة. يحيي الشعب البشاري. يلا يتقدم اليوم هذا العرس الكروي بأن كلمة ترحيبية لرئيس جمعية مستقبل جنوب الأخ راشيد. تفضل راشيد.
الله الرحمن الرحيم. نشكروا كاع الضيوف تاعنا الكرام، ونشكروا الضيوف اللي جاونا من وهران، اساطير كرة القدم الجزائرية الفطر باللوم المغاربة، ونشكروا كاع الضيوف المصريين وقادة الراس، ونتمنى ان شاء الله تعاونونا باش نديروا دوكا بارتي من الحال، ونتمنى الناس ما يدخلناش الدائرة، ومرحبا بكم كاع. ممتازة تغير الكرة في وسط الميدان، ممتازة الكرة من جليد، تمرير رائع إلى بلومي، مراوغة التسديد ولكن الحارس يخرج. جليد ممتازة الكرة في اليسار، تغيرت الألوان ولكن النكهة والجودة واحدة. أجواء احتفالية كبيرة في الملاعب الجوارية في ولاية بشار، الصحراء تاعنا راكم تشوفوا الشباب تاعها والصغار واللاعبين القدماء مرتبطين ارتباط كبير بالرياضة اللي تخليهم يعني يبتعدوا عن كل ما يضر الصحة تاعهم، وكذلك الخلق الصداقة بين أبناء الوطن الواحد. لاعبين جاوا من الشرق، جاوا من الغرب، جاوا من الوسط باش يفرحوا باللاعبين والشباب تاعنا اللي نشطوا في الدورات الجوارية طيلة شهر رمضان معظم اليوم. شتوا السلطات المحلية بالتعاون مع جمعية راديوز كافأناهم بالجوائز والميداليات وشجعناهم على ممارسة الرياضة، كذلك كانت لنا فرصة وين كذلك تفكرنا اللاعبين القدماء اللي حضرنا المقابلة التكريمية تاع عدة لاعبين هنا في ولاية بشار. حنا رانا فرحانين بالملاعب الجوارية والمكاسب اللي راهي تبنيها الدولة الجزائرية فيما يخص هذه الملاعب الجوارية والفضاءات اللي تعطي رغبة باش الشباب تاعنا يمارس كرة القدم. رانا فرحانين من بنا لنا هاد الملاعب في الجوار المنازل اللي لعبوا كرة القدم اللي نبعدوا على هاد المخدرات وهاد التدخين. على تكبد عناء السفر ومشاركتنا هذه الاحتفالية، متمنيا لهم التوفيق والسداد والنجاح والعودة لأهاليهم سالمين إن شاء الله. بالرياضة نحمي شبابنا، وبالرياضة نحارب جميع الآفات، وبالرياضة نعزز علاقاتنا وحبنا لبعضنا البعض ولوطننا الغالي الجزائر. نكرم السيد قادة شافي. تصفيقاتكم.